أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم ضيفنا الأخ عزت رفاعي، طبعا استضفناه قبل الحلقة هاي، وهالحلقة هاي راح يحدثنا عن القانون الجريمة والعقاب بين القانون المدني والشريعة الإسلامية. أهلا وسهلا فيك أخي رفعت. أخي عزت، عفوا فاتني أنا الأسامي شوي. أخي عزت، آسف. أهلا وسهلا فيك أخي عزت، ومنور الشاشة مثل ما بقولوا. يا ريت بس تعرف الجمهور شو موضوع حلقتنا اليوم وكيف نتناولها، تفضل. أهلا أخي جان. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الفرق بين الجريمة والعقاب بين الشريعة في الشريعة الإسلامية أو القانون الديني بصفة عامة، وبين القانون الوضعي أو القانون نسميه القانون المدني، اللي هو مثلا معظم الدول الأوروبية أو كل الدول الأوروبية عندها قانون مدني. و زي ما بقول يعني الغرض منها إن احنا نوضح إيه الفرق، ونوضح الإيجابيات والسلبيات بين النظامين، والناس بس تقدر تفكر وتقارن. السبب ان انا اخترت موضوع زي ده، وانا اصلا بدرس قانون استرالي، في انا عجبني او في واحد لما انت اعلنت عن الحلقه في واحد حط تعليق كده بيقول يعني عزت خريج شريعه وقانون وملحد كمان. اول حاجه انا مش خريج شريعه وقانون. انا مش عارف هو جاب الكلام ده منين. أنا دارس قانون أستراليا. حتى هنا في أستراليا في مادة في الكلية ممكن تختارها اسمها الشريعة الإسلامية، علشان لأن المجتمع الأسترالي زي معظم المجتمعات الأوروبية مجتمع مختلط فيه تعددات الثقافات والحضارات والديانات، فلازم تبقى عارف أنت الأنظمة الثانية. تمام. طب أخي عزت مين بيسن القوانين؟ يعني إن كان من خلينا نقول من الناحية الربانية الدينية ومن الناحية الوضعية، يعني تفضل. يعني أنا مثلا لما يعني أنا عايز أبتدي بسؤال عشان مثلا الناس ممكن تفكر فيه شوية. لما نقول إيه الفرق بين قانون ديني أو شريعة إسلامية وقانون وضعي أو مدني زي القانون الأسترالي والإنجليزي عامه، فاول حاجه بتيجي في الـ في الـ في الـ في الذهن ان القانون الديني ده قانون ارسل، يعني انا مش عايز اقول، انا بقول يعني ايه بصفه عامه، قانون ارسل من عند الله على حسب المعتقدات الدينيه، فده قانون فرض عليك الـ الافراد اللي هي بتطيع هذا القانون، ليس لها دخل بالمواد القانون او احتياجاتهم، لا ده قانون فرض عليهم. المفروض برضو ان القانون دون صالح لكل زمان ومكان، المفروض ان القانون دون لان ربنا نزله زي ما مثلا في القرآن، ان القانون دون مستمر وبيغطي جميع احتياجات المجتمع. القانون الوضعي عامة، هنا القانون هنا عندنا في أستراليا ليه شقين، في حاجة اسمها الكومن لو، يعني هو القانون العام اللي دوا مثلا اللي جاي من إنجلترا، دوا بيرجع لحوالي 610 ميلادية لما ويليام ذا كونكرا جاي من فرنسا واحتل إنجلترا واستبلش الكينجدم بتاعته. ففي دول كتير جدا بتشارك في القانون ده، انجلترا، كندا، امريكا، الهند، جنوب افريقيا، استراليا، فبنسميها دول الكومنولث اللي هي. وفي جزء تاني من القانون اللي هو بيسنه البرلمان، يعني انت بتنتخب اعضاء البرلمان والبرلمان بيشرع القوانين على حسب احتياجات المجتمع. تبص مثلا، عايز اوريك حاجه، دون تعرف ده ايه الصغير قوي ده الدستور بتاع استراليا.
يا سلام. ده الدستور. الدستور هنا ليه في 3 فصول، فصل للحكومة، فصل للبرلمان، وفصل للقضاء، بيحدد اختصاصات كل منهم. انت بتنتخب البرلمان، البرلمان بيسن القوانين، الحكومة بتنفذ هذه القوانين، ووظيفة القضاء ان هو يقول ان هذه القوانين مطابقة للدستور وتم تنفيذها بطريقة عادلة ولا لا. بس ما فيهوش بقى دباجة، وبيغطي القوانين هنا طبعا علشان بتنبع من احتياجات المجتمع واحتياجات الأفراد، فبتغطي كل نواحي الحياة. يعني مثلا لما تلاقي، مثلا نتكلم مثلا عن الشريعة الإسلامية في الأول، تلاقي أول حاجة في القرآن بيقول إن المسلم، أي مسلم لازم إن هو لابد وأن يتبع الشريعة الإسلامية. ليه؟ في سورة الجاثية الآية رقم 18 بتقول إيه؟ ثم جعلناك، يعني يا محمد، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. وفي سورة النساء الآية 105 بيقول إيه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فمنازل حاجات معينة، وبعدين بيجي تاني يقول لك إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم تحشرون. ما فرطنا في الكتاب، يعني المفروض إن هو بيغطي كل حاجة. طيب تبص على إيه هي المصادر بتاعت الشريعة الإسلامية أو القانون الإسلامي؟ أول حاجة القرآن، تاني حاجة السنة. السنة ليه؟ لأن في آية بيقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني عندك القرآن ده مصدر أساسي، السنة برضو مصدر أساسي، وعندك حاجة اسمها الإجماع اللي هم الفقهاء مثلا لما يجمعوا على حاجة معينة أو حكم معين، فالحكم ده بيبقى أساسي، بيسيبوا الحاجات اللي هم بيختلفوا فيها. وحاجة اسمها القياس. القياس يعني إيه؟ يعني مثلا في حاجات مستجدة حديثة ما كانتش على الوقت لما كان في محمد أو القرآن، فما فيش حديث أو ما فيش آية بتغطي الكلام ده، فبيعمل له قياس. يعني مثلا موضوع زي موضوع شرب السجاير، وناس يقول هي حلال ولا حرام، وفي ناس يقول لك احنا نقيسها بالخمر مثلا هي مضرة فتبقى حرام، في ناس يقول لك لا ده ضررها أقل، والكلام ده. فالقرآن ده مفروغ منه. طب السنة، لو السنة مصدر أساسي للتشريع، ده بيطرح سؤال، طب ليه محمد ما كتبش السنة؟ ما كتبش الأحاديث بتاعته، ما كتبش تفسير القرآن، لما هي حاجة يعني لازم إن أنت هتاخد بيها. يعني أنا عايز أديك مثال، في مثلا رواة الأحاديث عندك 6 أساسيين. أبو هريرة، أبو هريرة عاش 78 سنة، كتب أو روى 5374 حديث. عبد الله بن عباس ده عاش 71 سنة، كتب 2660 حديث. عائشة 76، سوري 67، 2210 حديث. عبد الله بن عمر عاش 94 سنة، 1560 حديث. أنس بن مالك عاش 103 سنة، 1268. أبو سعيد الخدري عاش 84 سنة، 1170 حديث. بس ما فيش أي من الأحاديث دي تم جمعها في عهد محمد مثلا، أو كتب اتكتبت. وطبعا انت عارف طبعا، وكل المشاهدين ذو خلفية إسلامية عارفين المشاكل اللي في الأحاديث والرواة، وحديث ضعيف مش عارف. انا انت سمعني؟ انا حسيت ان فصل ولا حاجة. لا لا، بس الصوت شوي فصل. اه
يعني مثلا شوف كميه الاحاديث انا الكلام ده مش جايبه يعني مش بالفه، انا الكلام ده جايبه من كتاب الشريعه الاسلاميه. احنا ما عم نألف يعني، نحن بس عم نقرا. احنا ما بنألفش، احنا بنجيب من المصادر نفسها. فطبعا الاحاديث دي المشكله، ودي اللي هي خلت جماعه زي القرآنيين ما ياخدوش بالحديث، يقولوا لك احنا ناخد بس باللي موجود في القرآن. نخش مثلا على تعريف الحلال. ما احنا عايزين نعرف ايه هي الجريمة، ايه هي الجريمة؟ يعني الجريمة ان انت تعمل حاجة المفروض ان ما كنتش عملت، ما كنتش مفروض ان هي ان انت ما تعملهاش. فالقرآن بيفسرها ان هي بطريقة حلال او حرام. القرآن بينزل ايات معينة زي مثلا ايات الزنا او تحريم الخمر او تحريم لحم الخنزير او السرقة او الكلام ده كله، وبينزل لك عقوبة، بس ما بيقولكش اركان الجريمة ايه. انت سرقت خلاص او قتلت. يعني في 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 آية هنا عايز اقولها لك الزانية والزاني. لا، في واحدة تانية عن ال وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، العين بالعين، يعني وغير طبعا يعني إيه قطاع الطريق طبعا، بتقطع الإيد مع الرجل من خلاف الـ في حاجات كتير جدا يعني. يعني مثلا لو عملت حاجة المفروض ما تعملهاش، عملت حرام، فبيقام عليك الحد اللي هو العقاب. في حدود معينة القرآن بيتكلم عليها، القتل عن عمد مثلا ده عقوبته القتل، السرقة عقوبتها قطع اليد، الزنا، الزنا أنواع ودرجات. في الزنا مثلا بين المتزوجين دون عقوبته الرجم. في شغلة أخي عزت، يعني اليوم مثلا القانون التشريعي الإسلامي يعني مثلا السرقة ما حدد، يعني ما حدد شو السرقة، نوعية السرقة، كمية السرقة. يعني حسب مثلا أنا أسرق بقيمة $5 ولا أسرق بقيمة $1,000,000، عندي ده في العقوبة واحدة يعني للأسف. ده في حديث لأبو هريرة، حتى لو سرقت بيضة تقطع يداك. بالضبط بالضبط. فهو ما بيعرفش يعني جريمة زي السرقة، ناخدها كمثال زي ما حضرتك قلت كده، ان هو ما بيعرفش السرقة، ما بيعرفش حدود السرقة، قد ايه سرقت وسرقت ليه. يعني سرقت زي مليون، اكنك زي سرقت دينار، هتقطع يدك. القانون الوضعي بيختلف عن كده. القانون الوضعي لما بيحط جريمة معينة بيعرف ما هي الجريمة دي، وبيعرف اركانها، وبعدين برضو بيعرف درجاتها، وعلى حسب الدرجة بتاعة الجريمة بتكون العقوبة. لأن أهم حاجة إن العقوبة مش المفروض إن هي تتخطى حد الجريمة. بالضبط. حتى يكون جريمة زي القتل. يعني كل المجتمعات المتحضرة القتل أنواع، في مثلا ميردر، في مانسلوتر، يعني في قتل عمد وفي قتل عن طريق الخطأ، والعقوبة بتختلف.
في حاجة برضو كنت عايز عن دماغي قانون مثلا زي قانون المخدرات او عملية التحريم. لا قبل ما نخش في قانون المخدرات، عملية التحريم نفسها ليه تحرم حاجة معينة، فعل معين وتقول عليه ان هو جريمة؟ ايه ليه؟ ايه هي المقومات ان انت تحرم فعل معين وتقول شرب الخمر ده جريمة مثلا، او الزنا جريمة، او الدعارة جريمة؟ ليه؟ في المجتمعات الغربية، في المجتمعات المدنية هنا بيقيسوا كمية الأذى، كمية الأذى اللي واقع على الفرد والواقع على المجتمع، علشان ان انت تقدر تحرم حاجة معينة او تحللها، تعملها ان هي جريمة او فعل عادي. يعني انت مثلا تمارس الجنس في الشارع ده جريمة، يعني عزة يمارس الجنس مع اي حد في الشارع ده جريمة، لكن امارسه في بيتي ده عادي، لان انا لا اعتدي على حرية الاخرين. فاهمني؟ الفرق برضو بين القانون الديني والقانون المدني ان القانون الديني بيفضل مصلحة المجتمع عن مصلحة الفرد. القانون الوضعي بياخد في اعتباره مصلحة الفرد كحاجة أساسية. يعني مثلا القانون الديني ما بيتكلمش أبدا عن حقوق الإنسان، ما بيكلمش عن تحرير العبيد، ما بيكلمش عن حقوق الطفل، ما بيكلمش عن حقوق الأنثى، لكن القانون الوضعي بيعترف بحقوقك كإنديفيدوال، كشخص منفرد، ليك حقوق وعليك واجبات، وبيعترف بالحقوق بتاعت المجتمع ككل. تلاقي برضو يعني مثلا تفضل. طيب اخي، يعني هلا هل القانون الديني او الشريعه الصالحه الشعوب الاسلاميه على اختلاف حضاراتها كل الشعوب الاسلاميه يعني بنفس الوقت وبنفس الميكانيكا ونفس القوانين ونفس الاشياء؟ اي تفضل. المشكلة في الشريعة الإسلامية إن عارفين طبعا إن الإسلام نشأ في منطقة معينة وبعد كده امتد للبلاد الأخرى، صح؟ طيب أنت في بلدك زي سوريا أو الجزائر أو مصر قبل ما الإسلام يجي لك، فكنت مثلا بتاكل بطريقة معينة، أو بتاكل لحم خنزير وبتشرب خمرة وعايش حياتك وحاجة إيه يعني عادي، وعندك جير فريند وبوي فريند والكلام ده. اول ما الاسلام يجي لك كل العادات اللي انت كنت بتتبعها في يوم وليله بقت حرام، ولو عملتها ممكن تموت، تصبح جريمه. تصبح جريمه. طيب تعالى، مفيش مجتمع دلوقتي كل الناس اللي عايشه فيه ينتموا لدين واحد. حتى السعودية فيها فيها مسلمين وفيها مسيحيين، هي مكة بس اللي هي ما فيهاش مسيحيين أو بس للمسلمين بس، لكن خارج مكة في مسلمين وفي مسيحيين. طيب تعالى مجتمع زي المجتمع الأسترالي فيه من جميع الجنسيات ومن جميع الديانات. طيب هل إحنا ممكن إن إحنا تيجي مثلا الحكومه الاسرائيليه تقول خلاص المسلمين هنطبق لهم الشريعه والمسيحيين هنطبق لهم الدين بتاعهم ودون ودون ودون، هتجيب منين قضاه؟ هتجيب منين قوانين للناس دي كلها؟ واحد يعني مثلا هنا في استراليا تعدد الزوجات ممنوع، ما تقدرش تتجوز غير واحده، ما فيش حاجه اسمها جواز اربعه او اتنين، ده محرم بالقانون. فانت تيجي مسلم هتتجوز الاربعه هنا في استراليا هتبقى جريمه، هتخش السجن على طول. في قانون لحقوق الطفل، انا ما اقدرش اضرب ابني. تيجي الحكومه هتاخده مني وهتديه لعيله تانية تربيه، لان ليه حقوق والحقوق دي محترمه وبتطبق، لان في حاجه اسمها
في الدول الغربية أو الدول اللي هي ليها قانون وضعي، في حاجة اسمها ذا رول أوف لو. ذا رول أوف لو معناه دور القانون، إن القانون بيطبق على جميع أفراد المجتمع من أول رئيس الوزراء أو الرئيس لحد أصغر واحد في المجتمع، مفيش فرق، قانون واحد بيمشي على الكل، فتلاقي كل الناس بتحترم القانون. وبعدين القانون بيتكلم على حاجات بتمسك أنت في حياتك اليومية. هي المشكلة بتيجي منين؟ إن الناس بتحسب إن اللي بيحكم التعامل بينهم وبين بعض الأخلاق، لا، اللي بيحكم التعامل بين الناس في المجتمع القانون. القانون ممكن تتفق مع مواد، وممكن يكون ظالم، ما يكونش عادل، ممكن، بس الأخلاق ليس لها دور في القانون. اللي بيحكم تعاملات الناس ببعضها القانون. فبتلاقي قانون للعلاقات الزوجية، قانون للجريمة، قانون للمدني، قانون للعقود، قانون للبنوك، قانون للمرور، قانون لكل حاجة. طيب، لو القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية كاملة متكاملة، لماذا لا تطبق في الدول الإسلامية؟ على سبيل المثال، بلد زي مصر أو بلد زي سوريا، ليه تلاقي إن القانون الشريعة الإسلامية مطبقة فقط في العلاقات الأسرية والميراث، لكن لما تيجي للجريمة نفسها، السرقة، ما بيقطعوش الإيد؟ طب مش دولة إسلامية، مش في الدستور المصري بيقول لك الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟ في الدستور بيقولوا كده. طب ليه؟ ما فيش حاجة مثلا في القرآن عن قانون البيئة أو قانون المناخ؟ قانون المرور، ده حتى قانون المرور، ده حتى عندنا هنا قانون للفضاء. لا، عندك دلوقتي العالم من الستينات ابتدوا يروحوا القمر، ودلوقتي طيب بيفكروا يقول لك ايه، طب كمان اخر 40 50 سنة لو ناس ابتدت تعيش على الفضاء، على القمر، لازم يكون في قانون يحكم العلاقات بين الدول. مين اللي يقدر يعمل كليم؟ مين اللي يقدر يقول لك ده القمر ده بتاعي او الحتة دي بتاعتي؟ بالضبط. فقال لك لا. فابتدوا ان هما الدول تيجي مع بعضيها ويأسسوا حاجة اسمها قانون للفضاء بيحكم العمليات دي. قانون، عندك قانون التجارة البحرية، قانون فيه قانون مثلا دلوقتي عندك قانون لمجرمي الحرب اللي اتحكم فيها الناتسيز على الجرائم بتاعتهم. فتلاقي ليه القانون بينبع من ايه في الغرب او الدول المدنية؟ القانون بينبع من الاحتياجات بتاعت المجتمع. في ليه؟ لان الغرض تنظيم الحياة، التعامل بيني وبينك، علشان المجتمع يبقى ماشي بصورة سلسة. بالضبط. يعني أخي عزت، هل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في مجتمعاتنا نحن؟ هلا مثل ما قلت أنت إنه مصر لا تقطع الأيادي، بس السعودية تقطع. في كثير مسائل إيران بتطبق الشريعة الإسلامية، طبعا مو بكاملة، في اختلافات. هل هو صالح في هذا العصر تطبيقه في مجتمعاتنا نحن؟ تفضل. لا طبعا طبعا. والسبب لهذا، الاسباب لرفضي ان الشريعه الاسلاميه صالحه او القانون الاسلامي صالح للتطبيق في عصرنا هذا او في اي عصر، الاسباب الرئيسيه تلاقي اول حاجه احنا احتياجاتنا مختلفه جدا. الشريعة نفسها ما بتغطيش كل نواحي القانون.
العقوبة نفسها عقوبة جاحفة جدا 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 وظالمة. طيب عندك كام سرقة بتحصل كل يوم؟ كتير. طب تخيل بقى ابتدينا نقطع ايدين، هل الناس دي هتقدر تشتغل؟ مستحيل. هتشتغل ازاي؟ فانت بوظت الاقتصاد عشان تطبق لي شريعة. طيب نبص على عقوبة زي الردة، عقوبة الردة الموت. طيب يعني احنا كلنا بقى كل الملحدين دول ده خلاص يعني ده إليمينيشن. طب ايه الفرق ده، ايه الفرق بين ده وبين اللي هتلر اللي عمله في اليهود؟ إبادة، إبادة جماعية، ناس بتختلف معاهم في عقيدة ولا بتختلف معاهم في 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 لون ولا لغة ولا أي حاجة، بتروح تحطهم وتقتل. طيب يعني البشاعة ده، احنا عندنا هنا في استراليا لغوا عقوبة الإعدام من على ما أظن من 65 كانت آخر عقوبة إعدام. ليه؟ لأن ابتدوا يقولوا لك دي عقوبة بشعة جدا، مهما كان الجرم ما يستاهلش ان الحكومة ممثلة في الدولة ان هي تجيب واحد وتوقفه وتشنقه او تضربه بالنار. ليه؟ لان بيقلل من هيبة الدولة نفسها، بيخلي الدولة دولة ظالمة. فدلوقتي عندنا السجن مدى الحياة. احيانا الصوت بيقطع فانا بوقف كده، مش عارف انت معايا ولا لسه. معك، انت قلت انه بيحول الدولة لدولة ظالمة يعني. بيحمل الدولة لدولة ظالمة. علشان كده مثلا تلاقي معظم دول، يعني الدولة الوحيدة في الدول المتحضرة اللي لسه فيها عقوبة الإعدام في بعض الولايات هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بعض الولايات، لأن هو عندهم نظام فيدرالي زي النظام اللي في أستراليا، فكل ولاية خاصة في القانون الجنائي ليها الحق إن هي تكتب القانون بتاعها. ما فيش قانون واحد مثلا لأمريكا، كل ولاية لها قانون. وهنا برضو عندنا هنا كل ولاية لها قانون، بس الدستور بيعطي الحق للبرلمان الفيدرالي إن هو يشرع في أجزاء معينة، في مناطق معينة. بقية المناطق دي للولاية نفسها. فتلاقي مثلا الولاية اللي أنا قاعد فيها نيو ساوث ويلز لها قانون بيختلف شوية ممكن عن ولاية فيكتوريا ولا حاجة في بعض الأشياء. لكن في النواحي الحكومة الفيدرالية ليها الحق إن هي تشرع في المناطق دي، فهي اللي بتشرع. ومتهيألي إن أمريكا يعني في خلال سنين قليلة جدا هتلغي حكومة الإعدام. وطبعا ما بتسمعش عن حاجة اسمها حكومة عقوبة الزنا ولا الكلام ده. ليه؟ لأن أنت كفرد علاقاتك الجنسية ليس لها تأثير على الأفراد الآخرين أو على المجتمع. ما دام بتعملها في بيتك يبقى إيه الضرر اللي واقع عليا أنا؟ يعني العلاقات اللي هي بنقول بالعربي بين المثليين. طب ايه واحد مع واحد او واحده، طب ايه الضرر الواقع عليا انا؟ مفيش ضرر عليا خالص. فعشان كده ما تلاقيش في حاجه اسمها عقوبه للكلام ده. تيجي مثلا هنا في ان انت عندك يبقى بوي فريند او جيرل فريند، الكلام ده ما تقدرش تعمله في المجتمعات الاسلاميه، بس عندك بقى زواج المتعة وزواج مش عارف ايه ويعني زنا بمحلل وما ملكت ايمانكم، يعني ولا في عقد زواج ولا في اي حاجة وبتمارس الكلام ده. فمش عارف يعني تجارة العبيد وتجارة العبيد. يعني مثلا يعني عقوبة، انت تعرف ان عقوبة الزنا لا يتم تطبيقها على العبيد في الاسلام. صحيح. لا لازم أن تكون حر عشان تطبق عليك عقوبة الزنا. للأسف هم يعتبرون العبيد بشر يعني. طيب أخي عزت،
برأيك هل الشريعة مصدرها الله؟ ولماذا إن كان جوابك لا يعني؟ لو في ربنا والشريعة نازلة من عند ربنا، فالشريعة دي انها تكون كاملة متكاملة، مش هتحتاج حاجة بقى، مش هتحتاج حاجة زي ما بيقول سبلمنت، مش هتحتاج حاجة تضيف ليها او تشرحها، وهتغطي كل الجوانب، لكن دي شريعة ناقصة متناقصة. ليه؟ لان كل الشريعة الإسلامية بتركز عليه النكاح، الزنا، الزواج والطلاق والميراث. هات لي حاجة تاني بقى. هو ده الحاجات وحتى ليه السبب التاني هي مش من عند ربنا؟ لأن هي ظالمة. ليه؟ أي مشرع لما بيجي يعمل قانون يشوف هل القانون دون مثلا ايه يعني بي 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 عادل، بيعدل بين الأفراد ولا لا؟ قانون زي قانون الميراث. طب أنت عندك ولد وبنت، هتكتب وصية ما تنفعش. طيب أنت موت ليك طولة العمر، بعد بنتك هتاخد نص اللي ابنك هياخده. طب أنهي عادل هنا؟ ومش عارف بقى مين ياخد التمن ومين السدس وشغلانة. هنا القانون المدني بيديك الحق ان انت تكتب وصية، وممكن مثلا تقول اه ده انا ابني مش هياخد حاجة خالص، بس القانون هنا يقول لك ايه، حتى لو انت كتبت ان ابنك مش هياخد حاجة، علشان ابنك هو مسؤوليتك، وانت المفروض ان انت تؤسس له او تربيه وتديله، فالقانون هياخد من التركة بتاعتك بما يكفيه، لكن مش هياخد تقول لك مثلا نسبة، لا ده هو اللي يكفيه اللي يقدر يتعايش بيه، حتى لو انت كتبت ان وصيتك ان ابنك ما ياخدش حاجة، بس لان ده تركتك انت، فانت ليك الحرية ان انت تقول مين اللي هياخد ومين ما ياخدش، مش مفروض عليك لان دي حاجة بتاعتك انت. لكن انت عندك قرآن دلوقتي بيقول لك الزوجة هتاخد قد كده، ابنك هياخد قد كده، بنتك هياخد قد كده. طب تعالى دلوقتي، عائلة مسلمة وفيها فرد، عائلة عندها 3 أولاد، بس واحد منهم اعتنق المسيحية يحرم من الميراث. طب ده عدل؟ طب ما زي ولادك. لا بس مدام اعتنق دين تاني، يعني احنا كلنا ملحدين بقى دلوقتي خلاص، احنا ما فيش فلوس صفر. فأين العدل؟ لكن ليه؟ لأن فكرة وجود إله بتستدعي عدل، بتستدعي كمال، فالكمال في الرسالة اللي نازلة، الكمال في القوانين اللي نازلة، لكن قوانين بتغطي جزء صغير جدا جدا جدا، وبتحس يعني إن القوانين دي نبعة من احتياجات محمد نفسه، مش داخلة في أي حتة تانية. والمجتمع له نبع من الثقافة الصحراوية اللي كانت موجودة من 1400 سنة ونبع من زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، ومن الثقافة ومن المجتمع اللي هو كان عايز يلمه مع بعضهم. احنا بنتكلم على مجتمع قبلي، يعني مثلا في آية يقول لك ايه، وإن تغت قبيلة على أخرى ايوان فقاتلوهم. يعني ليه؟ لان هو مش عايز ان هو يشجع الانفصال، ده هو دايما بتقوي الحجه اللي احنا كنا النقطه اللي بنقول عليها في الاول، ان هو تركيزه كله على المجتمع الصغير اللي هو كان عايز يبنيه، مش على حريه الافراد. الافراد كانوا وحريتهم لا يعنون شيئا لمحمد. وبرضو ايه العملية في بعض الأحكام اللي هي عملية الناسخ والمنسوخ والكلام ده، يعني يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالخمرة كانت محرمة محللة في فترة من الفترات، بعد كده إنما حرم عليكم. خد بقى، طب أنا مش عارف بقى أنت
هو انت بقى بتجيب رجلي في الاول وبعد كده خلاص ما يجيب رجلك في الاول. مثل الشيخ، انت عايز تشرب. في شيخ دعا شخص يهودي للإسلام، فذاك قال له أنا بعجبني الإسلام بس أنا بشرب الخمر. قال له تعال ومعلش اشرب الخمر. فلما دخل الإسلام قال له هلا إذا شربت الخمر ونقيم عليك حد الخمر، إذا تركت نقط لك. فالشيخ عم بضحك ومبسوط وش شو قال، يعني الحيلة جميلة. يعني تصور على الدين اللي يعتمد الحيل حتى يدخل الناس لصفه. طب حضرتك تتخيل ان في اله خبيث؟ لو في اله، هل الاله هيبقى خبيث للدرجه دي؟ هو الاله الاسلام لا تستغرب منه شيء نهائيا يعني للاسف. فدون برضو بتقوي الحجه ان هذه الشريعه ليست من عند الله. بالضبط. عندي سؤال هلا بيجي يعني اظن بنفس السياق، بيكون بالضمن الاخلاق. البعض يعتقد ان للدين بعد اخلاقي يحكم تعاملاتهم اليوميه عكس القانون الوضعي او المادي. ما تعليقك على هذا؟ تفضل. في فرق بين الاخلاق وفي فرق بين القانون. طيب احنا بنقول لك الاخلاق عملية، يعني لفظ الأخلاق ده لفظ مطاطي، لأن الأخلاق يعني الأخلاق والعدل، يعني ما أقول لك مثلا عرف لي العدل، الواحد ما يعرفش يعرف العدل، ما يعرفش يعرف الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق نبعة من مجتمع معين اتفقوا إن العمل ده أخلاقي أو لا أخلاقي. في مجتمع تاني ممكن يعتبر الضد أخلاقي، يعني المجتمع. طيب المشكلة نبع من إيه؟ إن الدين عشان بيتكلم عن حرام وحلال، فكل الناس اللي هي بتتبع الدين الإسلامي بيربطوا الحلال بالأخلاق وبيربطوا الحرام بعدم الأخلاق. يعني شرب الخمر لا أخلاقي، الزنا لا أخلاقي، العلاقات اللي بره الزواج لا أخلاقي، العلاقات بين الذكور بعضهم ببعض أو النساء بعضهم ببعض غير أخلاقية، السرقة غير أخلاقية، لأن كل دون محرم. طيب ليه غير أخلاقية؟ لأن بيربطوا تأثيرها على المجتمع ككل. وهو عندنا حاجة في القانون هنا أو الكريمينال ثيوري، نظرية القانون، حاجة اسمها الهارم ثيوري، اللي هي نظرية الأذى. وهاو ماتش أذى، يعني أذى قد إيه كافي إن أنت تعتبر إن العمل ده أخلاقي أو لا أخلاقي، أو تقول إن العمل دون نخليه جريمة ولا ما يخلهوش جريمة. بس الأخلاق لفظ مطاطي، الأخلاق نبعة من العلاقات الإنسانية بعضها ببعض. يعني إحنا اتفقنا إن أنت مثلاً لما بتيجي تكتب رسالة على الفيسبوك، لو استخدمت الأبر كيس، الخط اللي هو الكبير دون، ده لا أخلاقي. ليه؟ لأن بتقول إن أنت بتصرخ، بتشخط في الإنسان اللي أنت بتكتبه، فلازم تحاول إن أنت ما تكتبش بالأبر كيس، بالحروف الكبيرة. بس إحنا اتفقنا بيننا وبين نفسنا كده. فبتيجي من التعامل بتاع البشر نوعهم بعضهم ببعض، ليست نبع من الدين. الدين لا ما بيديك. طيب لو الدين بيديك بعد أخلاقي، كان محمد يتزوج طفلة؟ هل يديك حق ملكية بشر مثلك اللي هم العبيد؟ هل هذا أخلاقي؟ طيب لو الاخلاق نبع من الدين، ما دي كلها اعمال لا اخلاقيه. هل ان انت نقول مثلا من المنظور الاسلامي، لما تمارس الجنس مع واحده عشان انت اسرتها في الحرب من غير زواج، هل هذا اخلاقي؟ من غير رضاها، المشكله من غير رضاها كمان. يعني هنا القانون قائم هنا في استراليا، والقانون في العلاقات الزوجية خاصة قائم على الرضا. لو بند الرضا مش موجود،
فالزوج اللي يجبر زوجته ان هي تنام معاه من غير رضاها دون ارتكب جريمه وبيخش السجن بسببها. لا، الاسلام بيديك ان انت تهجرهم في المضاجع وتضربها. طب فين الاخلاق هنا؟ ما احنا عايزين بقى ايه، الناس تبتدي تشغل عقلها وتشوف فين الاخلاق وفين وما فيش الاخلاق. الاخلاق ما جايه منين؟ يعني للأسف أنا دائما بقول إنه الإسلام قلب الأخلاق رأسا على عقب، يعني للأسف الشديد، للأسف. يعني انا هقرا لك ايه من سوره النساء، يقول لك ايه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فهم عشان كده مفضلين ناحيتين دول. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن بالمضاجع. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. طيب، ده حق الراجل على الزوجة. طب فين حق الزوجة على الراجل؟ ممكن الزوجة تضرب الراجل؟ ما فيش. طيب، عائشة سألت الرسول، بتقول له: رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ تخيل ماذا كان رده، إيه؟ زوجة قال أكيد. قال زوجة. طيب، فقالت له: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ أكيد قال أمه. إيه؟ أمه. ها؟ وهي الست دي مالها، الزوجة دي مالهاش أب ولا أم. فدين قائم على كله، عن حقوق الرجل من أول النكاح لحد كل حاجة، لكن النساء دي حاجة. طب مش دي برضو حاجة لا أخلاقية؟ يعني هو انا برايي الدين دين هي حاجه كانت في العصور القديمه، وكانت الاخلاق غير هلا. يعني الاخلاق تطورت والدين تم باقي باخلاق القرون الوسطى وقبل القرون الوسطى. يعني فالاخلاق اكيد تطورت عند البشر، وكل مجتمع له صفات اخلاقيه معينه. يعني في اشياء بتكون بمجتمعاتنا اخلاقيه تروح على أوروبا على الغرب عموما تكون يعني غير أخلاقية. أنا ده من المنظور الشرقي، لكن أنا ببص لها من منظور تاني. أنا ببص لها إن هي اختلافات، أنا ما بدخلش فيها الأخلاق. أنا ببص لدون حاجة، يعني أنا مثلا جاي من حضارة معينة ولينا تقاليدنا وعاداتنا، فباجي هنا ألاقي حاجات مغايرة. انا ببص لها ان هي ده عادات وتقاليد مختلفه، لكن ما بحكمش عليها ان هي خطا او هي صح. انا ببص لها ان هي طريقه مخالفه. ليه؟ علشان كده تقدر تعيش في مجتمع متزاوج متماثل، مجتمع صحي. لكن هتقعد تحكم على الناس ودون غلط وده صح ودون وانا الصحيح وانا الصح ودول كلهم غلط؟ ما هي ما برضو ده هيدخلنا في موضوع ليه خاصة دلوقتي مع المشاكل اللي بتحصل في الشرق الأوسط والمهاجرين واللاجئين والمشاكل اللي بتواجهنا احنا في الغرب، وبتواجه ناس كتير جدا. في ناس كتير جدا مش قادرة تتأقلم. ليه؟ لأن هم جايين بمنظور معين في دماغه ان المجتمع ده مجتمع لا اخلاقي. صحيح، للاسف. فبيقعوا في جرائم كتير جدا، معظمهم ما بيفهموش مثلا ازاي يتعاملوا مع البنات. انا معلش هستخدم ضربة البنات، مع البنات هنا ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم ازاي. البنت لو ابتسمت للولد و و و اه وازيك وكويس وانت شاكر تجامل الميدل ايست، شاكر فاكر ان هي وقعت في حبه، فاهمني؟ للأسف. بيدخلهم في مشاكل كتيره جدا جدا.
ما يعرفش مثلا هنا القانون نظامه ايه، ما يعرفش مثلا الناس مثلا ان هنا ناس مؤدبين جدا جدا جدا. يعني انا ابني عنده 7 سنين من المدرسه من غير ما اعلمه اي حاجه، عنده ولا بابا لو سمحت اديني كوبايه ميه، بابا لو سمحت مش لو اديت له حاجه يقول لي شكرا من المدرسه، هم بيعلموه كده. انا اول مره لما نزلت مصر بعد فتره هنا بعد 11 سنه ما قعدت ونزلت مصر، فبقول لماما ماما عملت لي كوبايه شاي، فبقول لها شكرا، فبصت لي كده وبتقول لي انت بقيت مؤدب قوي، يعني انت جايب الكلام ده منين؟ فالمجتمع نفسه هو اللي بيفرض عليك سلوكيات معينه. يعني انت مثلا انا يعني هنا ما تسمعش كلاكس العربيه خالص مهما كان المرور سيء، وما فيش كلاكس. ليه؟ الكلاكس بتاع العربية دون علشان محطوط عشان تلفت انتباه واحد مثلا بيعدي او انتباه سواق تاني، مش مصفات. فلو استخدمته من غير سبب فدون بيعتبر ان هو عمل لا اخلاقي. صحيح. وممكن كمان البوليس لو شافك كده عمال تزمر ممكن يوقفك وتاخد مخالفة، بس هو بيعتبروه عمل لا أخلاقي. ليه؟ لأن أنت بتزعج الـ 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 السكان. يعني محمد عبده لما مقولته الشهيرة لما قال لك لما راح الغرب وبتاع قال لك أنا رأيت إسلاما بلا مسلمين. ده ناس عندها أخلاق وناس عندها قيم بس مش مسلمين، وفي الشرق لقى مسلمين بلا اسلام. هو تخريف، هو مفكر انه الاسلام اخلاق، ويعني الاسلام للاسف بعيد عن الاخلاق. ليه؟ لان المشكله يا استاذ جان ان المشكله ايه؟ ان ركن من 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 اركان الاسلام كمسلم انت بتعتقد بقدسيه هذا الكتاب. فما بتقدرش ان انت عقلك خلاص ابتدى عقلك في اجازه، فانت بتقرا بعينيك وكل اللي شغال فيه سبحان الله سبحان الله وشغالي في السبحة والله الله الله ومش عارف فيه، مش فاهم أصلا الكلام، مش معنى الكلام، مش ومعظم الكلمات أصلا ملهاش معنى. يعني القرآن ده لو طلعت الحاجات اللي هي ملهاش لازمة فيه كده على جنب وتبص مثلا على شوية الحاجات ممكن تلاقي لك 3-4 صفحات وخلاص على كده. لكن الكلام اللي هو مش مفهوم اصلا والعاديات ضبحه والمش عارف ايه مغرات مش عارف ايه الكلام ده اللي هو الواحد مش فاهمه اصلا للاسف. يقولون لك قران مبين، يعني مبين وهو يعني غير مفهوم لمعظم الناس، يعني محتاج لألف مفسر. يعني كل كلمه في القران لها مفسرين ثلاثه، يعني مو واحد بس. واحنا اتكلمنا عن المصادر الرئيسيه للشريعه، طيب تتكلم على المصادر الثانويه للشريعه، وعندك المدارس الفقه الاربعه، وكل واحد واحنا لسه حتى ما دخلناش بين الشيعه والسنيه، لا مدارس الفقه الاربعه ابو حنبل وابو حنيفه والمالكي والشافعي والكلام ده والاختلافات، وده يحرم حاجه والتاني يحللها والاختلافات بقى اللحيه قد ايه والجلابيه قد ايه، طب تلمس يا عم طب ده ماله مال يعني اضفت لي ايه؟ اضفت لي ايه كانسان؟ ارتقيت بأخلاقي إزاي؟ يعني مثلا إيه، أنا فاكر في الجامعة وساعة المظاهرات وبتاع والطلبة ترفع القرآن وتقول لك إيه القرآن دستورنا. طيب دستوركم في إيه؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ ما هو دستور يعني حاجة تعيش بيها. يعني إحنا الدستور بتاع أستراليا ده من سنة 1901 الدستور اتطبق، ما تغيرش لحد دلوقتي، ما فيش حاجة اسمها تلغي الدستور وتجيب دستور تاني. لازم مثلا عشان تغير مادة معينة تعمل استفتاء البرلمان ومجلس الشيوخ، لازم يتفقوا ويعملوا استفتاء، واستفتاء بيبقى يس او نو، ولازم اجماع في 4 ولايات من الـ6 ولايات وبالاغلبية عشان تغير لك مادة واحدة. ما فيش حاجة اسمها بقى ايه، بص على مصر 3-4 دساتير في السنين السنتين اللي فاتوا، ويبتدي يقول لك ايه الاسرة اساس المجتمع انشا ويقعد ملوش لازمه. انت عايز دستور يمشي لك البلد، يمشي لك حياتك، يقول لك انت يعني للاسف عندنا بيحطوا مواد متناقضه، يعني بيقول لك انه في قانون
ازدراء الاديان، وفي قانون حريه العقيده. طيب رسينا على بر، يعني كيف ازدراء الاديان في عندك قانون تحاسب الناس اللي تنتقد الدين هم يعتبروه ازدراء، وعندك قانون ثاني يعني حريه عقيده، يعني كيف تظبطت معكم؟ يعني ما عندك، ما هو يروح حطيت لك حريه العقيده عشان يقول لك ان احنا مجتمع متعدد الديانات، يعني المسيحي ليه حريه العقيده المسيحيه، المسلم ليه حريه العقيده الاسلاميه. لكن لو انت مسلم وهتنقد الاسلام او تنقد المسيح وهتنقد الاسلام هتروح في داهيه. طب انت لو مسلم وهتنقد المسيحيه اهلا مرحب بيك، ما هو بينقدوا المسيحيه كل يوم على المساجد، ما فيش كلام. وبعدين طب هو فين الاخلاق هنا لما المسيحيين بيسمعوا الشتيمه بتاعتهم في الميكروفونات كل يوم جمعه؟ طب انت طب دين بقى هتولد ايه بين الجيران وبين الاصدقاء؟ غل وكراهيه وحقد. للاسف مجتمعنا غير اخلاقي، يعني بكل وضوح مجتمعنا غير اخلاقي. طب اخي عزت، في عندي سؤال هون بيقول بعض الناس بتقول ان القانون الوضعي ادى الى ديكتاتوريه على عكس الشريعه التي هي من عند الله، ما تعليقك؟ تفضل. طيب هل ما احنا عايزين مثال؟ طيب الدكتاتوريات موجودة فين؟ ما احنا عايزين نبص بقى الفيلم الدكتاتوريات موجودة فين؟ عايزين التوسيع الجغرافي للدكتاتوريات. يعني هن اول ما بحكوا كلمتين ستالين وهتلر وهالحكي الاسطوانة المشروخة للأسف. لا، هتلر ما كانش دكتاتورية، هتلر ده حرب. ده كان حرب عالمية، هتلر مع ايطاليا واليابان، ده كلهم مع بعضهم، والحلفاء في جانب والدول المحور في جانب تاني. وحتى اذا كان دكتاتور، يعني حتى اذا كان دكتاتور اظن يعني ما بيبرئ انه مجتمعاتنا كلها دكتاتوريات. يعني لا، بس مش القانون هو اللي جاب هتلر. صح. مش يعني هتلر، لكن هتلر مش نتاج القانون الالماني. هتلر نتاج الفترة نفسها، نتاج الخلافات السياسية بين الدول بعضها ببعض. مش لكن هو لما ابتدى الحرب، ده حرب، هو راح طغى على اليهود وكان هيقلب على ناس تاني، لأن هتلر يعني كان عندهم فكرة الجنس الآري اللي هو أبيض بعينين زرق ولا خضر، هم ده الإنسان الأصلح اللي هو هيقود الحضارة. فاحنا علشان يبقى نبني مجتمع متكامل حضاري لازم نقضي على البقية اليهود والبتاع، وكان هيقلب على العرب وتدخلوا الكلام ده كله. لكن هتلر كان مش نتاج القانون. لكن تعال بص، فين الدكتاتوريات؟ في دولة في الدنيا بتسمى على اسم حاكمها، على اسم الأسرة الحاكمة؟ طبعا المملكة العربية السعودية. ده دول. طيب اسم عائلة للأسف. وعندهم الشريعة الإسلامية، ما عندهمش الشريعة، عندهم الشريعة الإسلامية. طيب بتطبق على مين؟ على الفقراء فقط، والناس اللي هم عايشين سكند هاند سيتيزن وسكند كلاس سيتيزن. لكن الأسر الحاكمة والمريولينات ودول ما بيشربوا وبيلبسوا زي ما هم عايزين وعايشين، ما حدش بيقول لهم حاجة. لا تطبق إلا على الفقير. نظام ديكتاتوري في مصر، نظام ديكتاتوري في سوريا، نظام ديكتاتوري في العراق، نظام ديكتاتوري في ليبيا، نظام ديكتاتوري في كل الدول العربية الإسلامية. طب تعالى هنا، احنا دولة فيدرالية من ساعة ما يعني من 1900 بيحكمنا رئيس وزراء، بس كل ولاية لها رئيس الوزراء بتاعها. الملكة بتاعت انجلترا هي الملكة بتاعت استراليا، بس ليها شرفية كده وبيمثلها هنا الحاكم العام. الانتخابات انتخابات حرة نزيهة. ليه؟ لأن أنا شفت الكلام ده بنفسي. هنا في استراليا لازم تنتخب، ما فيش حاجة اسمها ما تنتخبش، ليك حق انتخاب، لازم تنتخب. لو ما انتخبتش هتلاقي في مخالفة، ما دفعتش المخالفة هتلاقي الرخصة بتاعتك وقفت وبقيت شغلانة. في سنة 2004 أنا كنت عضو في الحزب العمال، فكنت في الحملة بتاعت
رئيس الوزراء في الوقت ده، وحضرت نيابة عن المرشح بتاع المنطقة بتاعتي، حضرت اللي هي عملية الفرز. كل صوت بيعد، وما فيش بقى يعني خناقات وزق لا، بص الصوت ده وانا عملية حضرية. طيب كان عندنا قاضي هنا من 4 سنين، قاضي في المحكمة الفيدرالية، ده من أعلى المحاكم في أستراليا، وكان واخد أعلى قلادة في أستراليا وبتاعه وكل حاجة. ارتكب مخالفة مرور، يعني هو السايق عدى الإشارة الحمراء، فلما بتعدي الإشارة فبيبعتوا لك مخالفة، بعتوا له مخالفة، فأنت بتقول بتبص على المخالفة، لو أنت اللي سايق بتدفعها وبتخصم منك 3 نقط، هو لو انت اللي مش سايق بتكتب اقرار ان انت ما كنتش سايق، وبتقول ده عزة اللي كان سايق فبيبعتوها العزة. هو كذب، قال لك ده كان في واحدة اكاديمية زميلتي من جاية من امريكا وهي اللي كانت سايقة. البوليس اتصل بمكتب الهجرة علشان يشوف هل الست دي دخلت استراليا في الوقت ده. لا، واصل ان الست دي اصلا متوفيه بقالها سنتين. تخيل القاضي ده حصل فيه ايه، استقال ودخل السجن لمده سنتين. واو. فالقانون قانون يطبق على الكل. طيب فين الدكتاتوريه هنا؟ لو انت في المجتمع من بتاعنا اصلا بتليفون الكلام ده، مش بتليفون حتى، بيقول لك انت ما تعرفش انا مين، صحيح، ولا ما تعرفش ابويا مين. فأي قانون هنا بيولد الدكتاتورية؟ لما يجي الـ 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 عشان هنا الجريمة لها أركان معينة، يعني أي جريمة هنا فيها حاجة اسمها أكتوس رايس ومنز رايس، الفعل بتاع الجريمة نفسه، ولازما أن أنت في وقت عمل الجريمة أن أنت كنت في الحالة العقلية بتاعت شخص العادي، وانت كنت اصلا عارف ان انت اللي بتعمله ده خطأ. فبتروح المحكمة، اركان الجريمة دي ما ثبتتش عليك بتمشي، ثبتت عليك بتاخد العقاب. وبعدين العقاب مش 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 عشان مثلا القانون بيقول العقاب 6 شهور حبس ولا بتاع، لا، يبص طب انت شغال ايه، هل اول مرة تعمل الجريمة دي ولا عملتها قبل كده، ظروفك العائلية ايه، احتياجاتك ايه. طيب ممكن تجيب جواب من عزت واقرار مش واحد بيتكلم على شخصيتك مثلا، الكلام ده كله مش عشان مثلا لقوا مخدرات في العربية اللي انت سايقها تبقى المخدرات دي بتاعتك، لازما يثبتوا ان المخدرات دي بتاعتك. في حاجة اسمها بوسيشن اللي هو الحيازة، طب ما معنى كلمة حيازة؟ فتلاقي مثلا القاضي هنا 80% من الوقت اللي بيقضيه القاضي بيقضوه في معنى الكلمات ايه، معنى ايه، ايه معنى كلمه حيازه، وايه هي درجات الحيازه. فمن السهل ان انت تحكم على واحد بحاجه. وبس النظام العام بتاع الدوله حاطينه يعني معمول بطريقه ان الحكومه يعني البرلمان بيعمل القوانين والحكومه بتطبق القوانين، والقضاء بيراقب عمل الحكومة والبرلمان على القوانين، والبرلمان بيراقب الحكومة، فبتلاقي إيه؟ كله بيراقب بعضه. فالنظام معمول بطريقة إن مفيش واحد يستحوذ على كمية سلطة أعلى من السلطة اللي مفروضة ليه في الدستور، حاجة بيسموه هنا chicken balance، كله بيراقب بعضه. وبعدين في قوانين معينة بتحرم التمييز بيني وبينك على اللغة أو الدين أو العمر. يعني أنت مثلا بتقدم على شغلانة، أنت عندك 60 سنة وأنا عندي 30 سنة، اللي بيحكم بيننا الخبرة، ما بيحكمش بيننا والمؤهلات، ما بيحكمش بسنك، ما بيجيش خالص، ولا شكلك ولا لغتك ولا الكلام الفاضي ده. فالنظام معمول ان هو ما بيعملش تضخم سلطه في اي منطقه معينه، لكن
تلاقي النظم بتاعت المجتمعات اللي بنسميها عربية وإسلامية قائمة دكتاتورية، مش بس في السلك في النظام السياسي الحاكم، ده دكتاتورية في المصالح، دكتاتورية في الجامعات، دكتاتورية في كل حي، دكتاتورية قائمة في كل شيء، حتى على التمييز الديني. يعني احنا عندنا معروف جدا ان المسيحيين ممنوع ان هم يرتقوا وظائف معينة، صحيح، ان كان جيش ولا شرطة ولا جامعات. طب اخي عزت، يعني برايك هلا في دول عندنا بالشرق الاوسط، اغلبيه الدول تقريبا، يعني هلا خذ من مصر، الجزائر، سوريا، العراق، بطب في عندهم بالقانون شيء شريعي مش شريعه وشيء قانون مدني، يعني مزجين القانون الالهي مع القانون المدني، ما بتعرف يعني شيء خبيصه صايره. فبرايك انت هل يمكن مزج هالقانونين مع بعض؟ يعني هل ممكن في أرض الواقع تكون يمتزجوا وينتجونا دولة حضارية، دولة متقدمة، إنسان حضاري، إنسان متفتح؟ ممكن هالقانونين يقدمونا هالشيء؟ تفضل. النقطة الأولانية، ليه عملية المزج؟ عملية المزج علشان القانون الديني ما بيغطيش كل نواحي الحياة، أو لسبب آخر، إن القانون، إن تطبيق القانون الديني في المنطقة المعينة دي يمثل ظلم وهيمثل انتقاد، فبيطبقوا حتة دينية على حتة إيه مدنية، فبيجي عندك نظام مشوه. يعني مثلا إيه، تلاقي بالنسبة لمصر مثلا القانون الديني أو الشريعة الإسلامية مطبقة في الزواج بس، لكن الأحوال الجنائية معظمها كلها قانون وضعي، ومعظمها متاخد من القانون الفرنسي. ليه؟ لأن يقول لك إيه، الزواج والطلاق والمراس ده ما حدش والله هينتقدنا وبتاع، لكن لو قطعنا ايد واحد ورجل واحد ومش عارف ايه، ده هيقوموا يعني المجتمعات الحديثة يعني مش هتقوم، ده انت ممكن تفرض عليك عقوبات. طيب تعالى، لا احنا ناخد بقى نظام السجن والكلام الفاضي ده، فبيعمل ظلم في حتة معينة ويعدل في حتة تانية، فبيخلق عندك نظام مشوه. فما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي في سنة 2015، إحنا دلوقتي بسبب الإنترنت وبسبب ال development، سبب التطورات في المواصلات والطائرات والكلام الفاضي ده، في الناس كلها إيه، بتختلط بصورة أكبر، الناس بتروح من مجتمع لمجتمع، التعامل بين المجتمعات، ما انت مش عندك بس القانون مش بيحكم الافراد في المجتمع ده، ما انت عندك القانون لازم يحكم تعاملاتك مع الدول التانية. طب انت هتتعامل معهم ازاي؟ طب دلوقتي عندك مواطن انجليزي وسارق عندك، هتقطع له ايده؟ ما ينفعش. ازاي هتحكمه؟ ازاي هتحكمه بالقانون اللي عندك؟ يعني احنا عندنا من كام شهر في 2 استراليين اتعدموا في اندونيسيا علشان المخدرات وبتاع، وقامت الحكومه الاستراليه وقامت انجلترا وقامت امريكا عليهم وبتاع، بس عدموهم، لان احنا ما عندناش عقوبه الاعدام، بس بينفذوا هناك عقوبه الاعدام على تجار المخدرات، او مش التجار، حتى لو اتمسكت بكميه مخدرات. فما ينفعش، بتخلق قانون مشوه، جزء مدني على جزء ديني، وبتحاول تركبهم مع بعض، بتصلح في حتة وفي الحتة التانية بتعمل ظلم. للأسف يعني الدين ليس فقط يعطي قانون مشوه، أو هو يعطي مجتمع كامل مشوه، إنسان بكامل مشوه للأسف الشديد. طيب يعني عندنا فضل. يعني عند في مادة هنا في الدستور بتكفل حرية الاعتقاد،
وبتقول ان الحكومة ما تقدرش ان هي تمنعك من ممارسة الدين بتاعك، وان الحكومة ما تقدرش ان هي تعمل دين او تاخد دين للدولة. في فصل نهائي بين الدولة وبين الدين ده في بيتك انت. لا عشان هنا تلاقي في بقى. يعني اي دين ولا عشان طب ليه يعني مثلا ما انت عندك مساجد في انجلترا وعندك مساجد في استراليا ومساجد في امريكا، لو المجتمعات دي كافره ومجتمعات دي ما فيهاش اخلاق وما فيهاش حقوق وما فيهاش، طب هيسمحوا اللي بنقول عليهم المتزمتين والاخوان المسلمين ونسبه كبيره جدا بنقول عليهم اللي هم الاسلاميين المتزمتين دول، لما متعصبين البلاد المتعصبين لما البلاد بتاعتهم طردتهم لجأوا لمين؟ للكفار للأسف اللي مين اللي قواهم؟ ليه؟ يعني. ليه؟ لأن الدول دي فيها قانون وفيها حريات بتحترم، لو ما فيهاش قانون وحريات ما كانوش يعني ده بيحاربوا الناس دي، ده الناس دي بيكفرهم، لكن ولكن بيفتحوا لهم الباب. اي لاجئ بيجي استراليا مثلا واستراليا بتقبله، احنا ما يعني استراليا ما بتقبلش اي حد، بس اي لاجئ بيجي بيتقبل 508 ساعه تعليم انجليزي ببلاش، بيلاقوا له سكن، مصاريف ومش عارف ايه لحد ما يشتغل، ولما بتشتغلش بتاخد اعانه كل اسبوعين، يعني تبقى قاعد كده في البيت ونايم وتاخد لك اعانه. بلاد قاعده على القانون وبلاد قايمه على احترام حريه الانسان واحترام ادميه الانسان. ما لو ما هنتكلم بقى عن الاخلاق ومش عارف ايه، طب ليه اللي بيخلي كل يعني انا رحت انجلترا كان في الشيخ واحد كان مصري كده من زمان لما كنت في سنه 2007 هناك، ابو حيا الراجل اللي هو في ايده كده في بتاع كده، ابو حمزه، هذا ابو حمزه ما هو. ايوه، وكان يقعد يشتم وبتاع مش عارف ايه، طيب يعني ده مقعدينك ومدي لك فلوس ومأكلينك وعمال تشتم فيهم والبلد اللي انت منها اصلا طاردينك، ولو رحت هيسجنوك. طب انهي بلد بقى فيها حريه وانهي بلد فيها دكتاتوريه وانهي بلد فيها خلاف وانهي بلد ما فيهاش؟ من لازم الناس تفكر. الشيخ حمزه هذا للاسف يعني بحسابه كان في 300,000 جنيه استرليني، يعني بما يعادل تقريبا نصف مليون دولار، ومع ذلك ياخذ المعونات من الحكومه، يعني المعونات المعيشيه كل اسبوعين نفس القانون اللي عندكم استرليني. يعني احنا كان عندنا المفتي هنا، وده كان تاج الدين الهلالي، كان مفتي هنا، وخرج مره قال لك البنت اللي بتمشي من غير حجاب زي اللحمه المرميه في الشارع. وقامت عليه هنا الحكومه وقامت عليه الميديا وبتاع، لان كان في عمليات اغتصاب من شباب من اصول عربيه واسلاميه، وكانت للاسف الشديد تعليقات زي دي من الجايه من المفتي كانت هي السبب من الاسباب ان الشباب دي كانوا بيبصوا للبنات الاوروبيين بطريقه غير محترمه، لان لما تقول لهم اللي مش لابسه حجاب زي لها في الشارع لحمه مرميه في الشارع تعمل اللي انت عايزه، ده ايه ده؟ للاسف هم لانهم ذباب، يعني بيحكوا بهالطريقه لانهم هم حشرات، يعني الحشره متعوده اذا شافت حلوى تنط عليها، فهم حشرات للاسف. يعني انا مش هكذب عليك، لكن انا اول ما جيت كنت بحاول ان انا اتمسك باسلامي، فكنت بروح الجامع وبتاع، ف يعني انا اقسم بكل حاجه بشرفي، يعني كنت احضر الخطبه من دول بتاعت المفتي، وبعد يعني كميه الكراهيه اللي بيزرعوها فيك للمجتمع الغربي لا تحصى ولا تعد، بتبقى عايز تخرج تقتل واحد ابيض من الحاجات اللي بتسمعها في الجامع. يعني قاعدين في بلاد وبيدوكوا فلوس وبيعاملوكوا زي البني ادمين وميدوكوا حريه ان انت تبني جامع وان انت تمارس المعتقدات بتاعتك، وهم وانت بقى ده بقى اللي بياخدوه منك، كره، بتزرع كره
في ال للأسف الشديد، للأسف الشديد، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت وبعدين احنا تمرد. اللي أنا عايز أقوله إن ليه أهمية مناقشة الدين زي موضوع زي ده؟ الناس لازم أن تفكر أنت في أي مجتمع وفي أي قانون نفسك ولادك تتربى فيه. مش 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 عشاننا بس، ده عشان برضو ولادنا وعشان أحفادنا في يوم من الأيام. أي مجتمع أنت عايزهم يعيشوا فيه، مجتمع قائم على الحب ولا مجتمع قائم على الكراهية؟ يعني إيه الفرق بين واحد أبيض ولا أسمر ولا بوذي ولا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم ولا ملحد ولا لو كل واحد بس يخليه الدين ده حاجة شخصية ملهاش دعوة، ما ترمهوش في وشي كل مرة أكلمك، ما تقولش عليا كافر، إيه كافر دي؟ لا يعني ده أنا يعني كان عندي حماية وحماتي كان قاعدين في الكريسماس، كان عندي كانوا جايين من كندا، واحد صاحبي مسيحي هو من من السلفادور، وهو حبيبي قوي، فعزمني انا ومراتي وحماتي على الكريسماس عنده في البيت. طب انا ملحد، مراتي يعني شويه في المسيحيه، ابوها وامها مسيحيين، ابوها مش مسيحي قوي وامها مسيحيه جامده جدا، وصاحبي ده مسيحي، بس ما الدين ولا كان ليه لازمه ولا حد بيتكلم على الدين، وتقعد باربيكيو وتاكل وتشرب وهدايا وعادي، تروح الشغل في يهودي وفي مسلم وفي مول، ما حدش اصلا بيسالك انت دينك ايه. هتقعد بقى تقول بقى ده لا ده انا مسلم ولازم بقى نطبق الشريعه، ده عارف كلمه الشريعه هنا بتخوف الناس، يعني الشريعه ارهاب، الشريعه تعني ارهاب يعني. يعني شيخنا عزام هذا الفلسطيني قال علنا على التلفزيونات نحن ارهابيون، يعني نحن يعني ديننا ارهابي. يعني في مظاهرات هنا احيانا الاسرائيليين بيعملوها لما كل ما بيحصل مشكله مع مسلمين وبتاع، نابعه من خوفهم ان لو جبت مسلمين تاني كتير هنا ان هم عايزين يجيبوا الشريعه، لان تلاقي المسلمين هنا يقول لك احنا عايزين نطبق الشريعه. صحيح للاسف. يعني طب انت عايز بقى تتجوز اربعه وتقعد تقطع الايدين والرجلين عندي سؤال اخير هون. هل يمكن تطبيق عده قوانين دينيه في المجتمع الواحد؟ يعني كل واحد مثلا مثل مصر، يعني كل واحد عنده قانون خاص، هل ممكن تطبيق عمليا تطبيق هذه القوانين في دوله واحده؟ من الصعب جدا. ليه؟ تبص على بلد زي مصر وتبص على التنشن التضاد او بين القانون الاسلامي والقانون المسيحي، خاصه فيما يتعلق بالزواج والطلاق. فبنلاقي مثلا المسيحي ممكن ان هو يروح المحكمه المصريه ويجيب طلاق ويطلق، رايت؟ لكن ما يقدرش يتجوز تاني، لان الجواز لازم ياخد اذن من الكنيسه، والكنيسه لا تعترف بالطلاق، فبيخلق لك مشكله. طيب هل الحل ان انت تبقى على نظام اسلامي متكامل للمسلمين وقانون خاص متكامل؟ هو المسيحيين عمالين يحاربوا في الحته دي بقى لهم فتره كبيره جدا، عايزين محاكم قانون خاص بيهم، عايزين الكنيسه يبقى ليها هي الراي الاعلى ل المشاكل او الامور بتاعه المسيحيين، عايزين يخلقوا دوله دوله. طب ما هم لهم حق برضه، ما انت هتطبق عليهم القانون الاسلامي. بس فما ينفعش علشان تخلق تجانس في المجتمع، يبقى عندك لازم يبقى عندك قانون واحد يطبق على الكل. طبعا ما تقدرش تراضي كل حد، ما تقدرش تراضي كل واحد، فلازم فالقانون ده مش معنى كده ان القانون هيبقى ظالم، في ناس بتاخد اكتر، في ناس ما بتاخدش، فهي دي سنه الحياه. تفلق اظن يعني بالقانون المدني، يعني هلا مثل بريطانيا او استراليا كل شخص ياخذ حقه بصراحه، يعني كل فرد
ياخذ حقه، لانه المجتمع يهتم بالفرد اصلا، يعني القانون يهتم بالفرد. ف طبعا يعني لا يعني مثلا هنا الدولة ما بتتحولش ان هي تتدخل في النواحي في تعاملات الافراد، بتخلي ليه؟ لان في اساس من الاسس بتاعه القوانين هنا ان انت ليك حريه فيما يتعلق بامورك. هما بيحطوا حاجات معينه، يقول لك مثلا عشان تطلق لازم ان انت تبقى منفصل عن زوجتك لمده سنه. مش معنى منفصل ان انت تبقى قاعدين بره، يعني كل واحد قاعد في بيت، لا، ممكن تبقى في نفس البيت بس منفصل. تقول مثلا لازم تقول لمراتك خلاص الزواج ده مش نافع، وتنفصل لمدة سنة، وبعد كده تروح المحكمة، المحكمة تديك طلاق على طول. لو عندك ولد فلازم انتوا الاثنين تيجوا تتفقوا مش على مين هيقعد فين او يقعد قد ايه، مش عارفين تتفقوا. ففي قانون معين يقول لك احنا لازم نعمل اللي هو اللي في مصلحة الولد، الطفل، ولد او بنت. وفي نقط معينة ايه هي الحاجات اللي المحكمة او القاضي لازم ياخدها عشان يقرر ايه اللي في مصلحة الطفل، وبعد كده يصدر القرار بتاعه. فقايمة على التعاملات مثلا بتاعة العقود، القضاء بيحاول ما يتدخلش جامد جدا. ليه؟ لان السوق الاقتصادي والاقتصاد سنسيتيف جدا للكلام ده. بس في قانون بيحكم الشركات، في قانون بيحكم العقود، ولو اجبرت مثلا على انك تخش في عقد معين فالعقد بيبقى لاغي. في قانون بيحميك زي المستهلك مثلا، يعني تلاقي مثلا دلوقتي عشان الاعلانات دلوقتي بقى بتاعه الاوكازيون بتاع الصيف هنا وبتاع، يقول لك ايه البضاعه المباعه لا ترد ولا تشترى. فهنا يقولوا لك ايه ما يعني المحل كان يكتب اللي بس ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها البضاعه المباعه لا ترد، لان في قانون بيحكم الكلام ده. ففي قانون لكل حاجه في حياتك، لكل حاجه. بيحكم العلاقه بينك وبين جارك، بيحكم العلاقه بين المالك والمستاجر، بيحكم الحاجات دي. ما بيتدخلش بقى في الاخلاق، ما بيتدخلش فبتلاقي الحياه ماشيه بطريقه سلسه. مش كل وبعدين عشان هي قائمه على العلاقه بيني وبينك، مش قائمه على الدين. فالدين مش داخل في كل حاجه، لكن القانون في الدول الاسلاميه قائم على الدين، فالدين داخل في كل حاجه، فبيخلق تنافر بين اصحاب الديانات المختلفه. للاسف يعني الدين رمز للعنصريه. طبعا لما يجي في الدستور المصري يقول لك الشريعه الاسلاميه مصدر الرئيسي للتشريع، طب والمسيحيين فين؟ هي مصر بس فيها مسلمين؟ المسيحيين مصر كل الملل، وفين اليهود اللي في مصر؟ وفين مش عارف ايه؟ وفين الناس الملحدين؟ انت عارف ان احنا عندنا هنا اصلا، انا قلت لكم مره فاتت، ما عندناش بطاقه. يعني ما فيش بطاقه، ما فيش حاجه تقول لك مثلا ده عايز ده مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ملحد، ما فيش الكلام ده. وانا عنا ببريطانيا، انا اليوم انا ما كنت نايم، يعني وجهي مبين عليه تعبان وماني نايم من امبارحه يعني للاسف، وكنت برا ورحت بمؤسسه حكوميه، يعني ف بدهم هويه، يعني تثبت شخصيتك، فما في غير الدرايفنج لايسنس، يعني السواقه هي اللي تثبت شخصيتي، يعني بطاقه شخصيه ما في. في عندك لا الجواز، ما في هو يا اما جواز السفر يا اما رخصه زي ما حضرتك بتقول كده. وبعدين حتى يعني وبعدين ما تلاقيش مثلا رجال البوليس، مثلا رجال الشرطه ليهم وضع مميز، ولا يعني هنا مثلا بيتذللوا للناس عشان تخش كليه الشرطه، ما حدش راضي. ليه؟ لان ملوش وضع يعني مميز. لكن تلاقي في بلادنا يعني المفروض ان ضابط الشرطه بيحمي القانون ويطبق القانون، ده هم اول ناس بيسيئوا استعمال القانون وبيخالفوا القانون. ف يعني القانون من غير عندنا، رغم انه القانون بذاته هو عنصري
يجي شرطي يعنصره اكثر لسه لصالحه الشخصي يعني للاسف. لما يجي القرآن، لما يجي ربنا يقول لك تسرق تقطع ايدك، ولو انت قاطع طريق تقطع ايدك ورجلك، ومين اللي بيطبق؟ مين اللي جايب الشريعة دي؟ ده محمد. وبيطبق مين اللي بيطبقها؟ ما طيب، ما نلاقي عمرو بن العاص لما كان هنا وفي الحادثة الشهيرة لما ابنه وتسابق في الخيل مع مصري، والمصري غلبه فراح ضرب المصري، ولا طبقت عليه ولا بتاع. عمر بن الخطاب قال له لو ابن الكريم عمل حاجة بتعفو عنه، لكن الفقير هو اللي بتضربوه. يعني دين وقانون عنصري في أساسه، اللي بيطبقوه على ناس معينين، غالبيتهم فقراء، غالبيتهم يعني ما احنا شفنا بقى ما الأخ أحمد كان معاك المرة اللي فاتت بيقول لك خالد بن الوليد قضى على قرية بالمسلمين بالكامل، ولا طبق عليه حد ولا عمل فيها حاجة، ولا كل حتى يعني يعني قال له منك لربنا بقى، يعني يمشي بقى يمشي من قدامنا. لكن الست الغلبانه اللي سرقت هي اللي طبق عليها الحد، لكن ما بيقولوش هي سرقت ليه، ما بيقولوش هي محتاجه، طبعا عندها كم عيل. طيب لما يموت الست دي، طبعا عندها 3 4 عيال، مين اللي هيخلي بالهم منها؟ هل محمد هيربيهم، ولا هيتيتموا، ولا هيروحوا فين، ولا بيقول لك ما انت لازم بيت مال المسلمين يعني بتكفل فيهم، وهذا حكي فاضي. يعني نحن شفنا السعودية من أغنى الدول الموجودة بالمنطقة العربية والشرق أوسط كاملة، ومع ذلك بتلاقي فقر، وبتلاقي فقر يعني فقر بكل معنى الكلمة بالسعودية، موجود عند السعوديين للأسف. يعني الشريعة الإسلامية مطبقة وكل شيء مطبق، ودولة غنية وليست دولة فقيرة يعني للأسف. بس تفضل. اتفضل. يعني ما تعداد السكان قد ايه، ومطبق على مين؟ والسعوديه، مع احترامي للاخوات السعوديين، السعوديه لو ما فيهاش بترول ما كانت بالضبط. صح. هتبقى بلد غير البلد. وبعدين القائمه كلها على القبليه، وشفنا مع يعني المجتمعات اللي قائمه على القبليه زي المجتمع الليبي فور اكزامبل، واللي حصل في معمر القذافي، وقبيلته ما قدرش لا يعني تحميه في الاخر، وبنشوف الدكتاتوريه بتوصل ايه للاخر، وشايفين اللي بيحصل في سوريا، وشايفين اللي بيحصل في العراق، وشايفين اللي بيحصل في مصر من في الاخر 4 سنين لحد دلوقتي، ناس بريئه هي اللي بتعاني، لا وسايبين كل المشاكل الاقتصاديه ومشاكل التعليم ومشاكل الصحه ومشاكل مش عارف ايه، وماسكين لك اسلام البحيري قال كده، طيب لا 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 احنا لازم ننفخه بقى، الملحدين لا ما تطلعهمش في التلفزيون، ده هينشروا الإلحاد ومش عارف. يا جدعان ركزوا في مصلحة الشعوب بتاعتكم، ركزوا في التعليم، ركزوا في الصحة، ركزوا في الاقتصاد، ابنوا البلد. لكن الواحد يبقى المفروض، يعني أنا المفروض يبقى عندي الحرية أقول اللي أنا عايزه، ما دام إن أنا ما بوحدش على العنف، أعتنق اللي أنا عايزه. يعني بينج ملحد ولا مش ملحد، ده مأثر عليك في ايه؟ ايه الضرر اللي واقع عليك ان عزت ملحد؟ للأسف مجتمعاتنا يعني بصراحة. أنا قريت منشور على الفيسبوك بيقول عنا نحن الأذكياء في المجتمع، القمة بالذكاء، مثلا طلاب الأذكياء لما بيطلعوا من الثانوية العامة بيروحوا على كلية الطب أو الهندسة، هدول أذكياء المجتمع. بعدين بيجيهم الأقل ذكاءً في بيدخلوا بالدراسات الإدارية والمحاسبات وهالشيء، فبيستلبسوا مدراء على هالأذكياء هذول. بيجيك بص القضاء في مصر. بس أكمل فكرتي، بيجيك واحد أقل ذكاءً بيدخل كلية الشرطة أو الجيش بيصير السياسي والحاكم عليهم، وبيجي واحد أفشل واحد فيهم بيروح كلية الشريعة، يعني بكون هذا مو فهمان شيء غير روح بصير ببغاء وبتحكم بكل هالناس هاي. فمجتمعنا قائم على رأسا على عقب يعني للأسف. يعني الغبي 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 الأغبى واحد فينا هو المتحكم بالكل، والذكي فينا عنده عمل مهني فقط لا شيء يعني للأسف. انت لو ذكي في
فعلا لو ذكي في مجتمعاتنا بتاخد بالشلوت، معلش في الاسف يعني، بص على اللي بيحصل في البرلمان مصر، وبص على اللغه اللي بيستخدمها مرتضى منصور، وده الراجل قناضي، لان المحاماه في مصر حتى لما جيت هنا تخش المحاماه ب 50% ولا 55%، هنا في استراليا القانون، هنا دراسه القانون بتاخد اعلى من الطب. يعني انا كان لازم اجيب في الماجستير في الماده الثانيه 99.5، 99.5 عشان ادرس قانون هنا. ان انا عملت ماجستير كان لازم اجيب فيه 99.5 عشان ادرس قانون. للاسف مجتمعنا لما تجيب قاضي، بيحكموا على بتوع الاخوان المسلمين، شفت القاضي اللي هو ادهم 600 واحد ولا مش عارف ايه 614 اعدام مره واحده. مره واحده. ما زال ما فيش حقوق، ما فيش حقوق انسان ولا حقوق اي حد. نظام معلش في اللفظ، انا مش عايز اشتم يعني، مش عايز اقول نظام زباله، بس هو بصراحه كده نظام زباله. والشريعه اللي القانون جاي منها، يعني انا كنت محضر شويه حاجات، الشريعه اللي جاي منها ده قانون يعني هنا يقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني ده يعني جبروت ايه ده يعني؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني هتتنفخ دنيا وآخر. لا ينفوا للأرض، يعني ينفوا بعتوا للقمر مثلا يعني، ولا للمريخ يعني. يعني مثلا إيه، انت سوري، المسلمين جم فتحوا سوريا، دخلت انت بقى في الاسلام ومش عارف ايه، بس سعيت في الارض فسادا، فسعيد يعني سعيت في الارض فسادا، يعني عملت ايه؟ ارتكبت اي مخالفه المفروض ان انت ما تعملها؟ شربت خمره وضربوك وجلدوك وما نفعش، لا احنا بقى نرميك بره سوريا بقى خلق. يعني اخدك من بلدك ارميك في حته تانية، يعني هم ياخدوا بلدك ويرميك تاني. طيب فين الرحمه؟ فين الاخلاق؟ فين يا عم ده كله عنف وكل ده المجتمعات. القانون المدني على كل النقد اللي الناس بتنقده، ما فيش ماده في اي قانون مدني بعنف. يعني احنا ما عندناش ماده تقول لك اعدام، اكثر حاجه تاخدها 25 سنه، وممكن القضاء بقى لو الجريمه دي بتاع ممكن يقول لك ايه مدى الحياه، بس مدى الحياه مش معناها ان انت اصلا هتقعد في مدى الحياه، ان انت بعد 20 سنه يعملوا ريفيو للسنتنسنج على طول. وما في تعذيب جسدي يعني كمان لا ما في لا 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 في حاجه اسمها المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مش 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 ما فيش حاجه اسمها تقعد بقى ويقعدوا يضربوا فيك في طبعا ممارسه. والله مثلا السعوديه يعني اذا ادانوك في عقوبات جسديه، يعني عقوبات مثلا مثل الجلد، خلينا نقول شلنا من قطع الايدين والاطراف، يعني في جلد. يعني بالقانون المدني ما في، بقول لك والله سجلتك لازم اجلدك كمان، وتعذيب جسدي بهالشكل هذا. يعني عندك مثلا لو انت قلت حاجه على واحد مثلا والحاجه دي مش حقيقه، يعني بيسموها ايه، يعني مش عارف الكلمه بالعربي بصراحه، نسيت العربي، دي مشكله بالنسبه لي. يعني مثلا زميت في عزت او وشيت في عزت او قلت حاجات غير صحيحه عن عزت، عقوبتها 80 جلده. وين هي؟ انت في الاسلام. في الاسلام، فكرت عم تقول لي باستراليا. لا 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 لا، انا هنا بيسميها ديفيميشن. يعني انا مثلا رحت على الفيسبوك وحطيت لك صوره مثلا عريانه، فانا اثرت على الشخصيه بتاعتك ومش عارف ايه، فانت بتاخد خدني في المحكمه تقول ده ديفيميشن. ديان لو انا داون بيبقى تعويض. تعويض ان انا ادفع، ده ما بدخلش، يعني ما تدخلش السجن غير في العقوبات الجنائيه.
وبعدين هنا ايه عندنا نظام لحاجه اسمها الجوري اللي عند زي ما عندك في انجلترا، ان ايه مش في ايد القاضي. يعني مثلا اي عقوبه، اي جريمه ده عقوبتها اكتر من سنتين لازما بالدستور لازما يبقى في جوري. الجوري اللي هو بيختاروا لك 12 واحد او واحده من عامه الشعب، انت ليك حق الانتخاب. ممكن كده ايه تلاقي جواب جاي لك كده، تعالى انت هتقعد بقى في المحكمه لمده الثلاث اربع ايام الجايين دول. فمره يختاروا لك 12 يروحوا قاعدين يسمع بقى النيابه هتقول ايه ويسمع الدفاع بيقول ايه ويقرر بقى جان جلتي ولا مش جلتي، عمل الجريمه دي ولا ما عملش. ليه؟ لان النظام قائم ايه؟ جلتر كمان. النظام قائم على ايه؟ ان 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 لازما عشان العقوبه حبس، فعقوبه جامده، فلازما ناس من المجتمع زيك زيهم هم اللي يوصلوا للنتيجه على الفاكتس، على الحقيقه، ان جان دون عمل الفعل دون، عمل الجريمه دي ولا ما عملهاش. مش في ايد القاضي يقعد واو تعالى انا واحد بس، لا. وبعدين ال 12 لازما يوافقوا كلهم، لو في واحد من ال 12 ما وافقش خلاص انت بريء. ليه؟ لان اي حاجه بتفسر في صالحك، في صالح المتهم. يعني لازم يكون على، علشان مثلا ان انت تبقى ودينت بجريمه معينه فلازم 100% او على الاقل 99% بوردين ان انت عملت الجريمه دي. لكن لو في 1% مش موافق، مع السلامه كده. للاسف لحتى نوصل لعداله الكفار بدنا اشواط طويله. لكن القران بيديك الجريمه، ما بيقولكش زي ما حضرتك قلت في الاول ايه نوع السرقه. طب ايه تبقى تسرق قد ايه؟ طب سرقت زي ما قلت لك زي ابو هريره، سرقت بيضه زي سرقت 1000 جنيه زي سرقت. صحيح. طيب اخي عزت، انا بتشكرك كثير على الحلقه والوقت الممتع اللي اعطتنا اياه من وقتك، يعني وشكرا كثير لحضورك. كلمه اخيره بتقولها للمشاهدين اذا تفضل. والله الساعه دلوقتي عندنا هنا الساعه 1:30 بالليل. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وبقول يا رب كده بالتعبير اللي احنا متعارفين عليه. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا، ويا ريت يعني اللي يقدر ان هو يجهر بالحاده يعمل موقفه، يعلن موقفه، لان حركه اجهر محتاجه ان هي تتنشر في كل البلدان العربيه، لان من غير كده مش هيبقى في تغير. الناس هي اللي بتعمل التغيير في المجتمع، واحنا كافراد في المجتمع احنا نستحق حياه احسن. مش لازم نهاجر من ارضنا، ومش لازم نبقى بعيد عن اهالينا علشان نتمتع بحياه افضل. احنا ممكن يعني بايدينا ان احنا نعيش في نظام، في ظل نظام قانوني بيحترم حقوقنا في بلدنا، من غير ما حاجه ان احنا نتغرب. وده مش هيحصل الا لو القوانين والنظم بتاعتنا اللي احنا ورثناها من 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 الكتب البغريضه دي يتغير. وده مش هيتغير الا بايدينا احنا، والا مع مجموعه كبيره من الملحدين. وشكرا جزيلا. شكرا لك كثير اخي عزات، وانا بتشكر الاخوه المشاهدين يعني على متابعتهم. يعني مثل ما قال الاخ عزت، يعني يا ريت كل ملحد يجهر، لانه نحن اللي بنغير، نحن التغيير. اذا نحن ما غيرنا الكاس اليوم هون، ما شلتها من هون بتتم هون طول عمره. يعني نحن اللي بدنا نشيل حتى تتغير الوضع. خلونا شجعان، صح في عواقب وفي كل شيء، بس خلونا
خلونا قد وقتنا، قد وقتنا نقدر نغير لأطفالنا لأحفادنا، حتى يعني يتذكرونا بالكلمة الحسنة يعني على الأقل. شكرا كثير لكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة قادمة. شكرا لك أخي عزاء. شكرا جزيلا أخي جين، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.